هل يجوز استعمال المسكر في الدواء إذا اضطر له ولم يوجد بديل له من الأدوية المباحة؟ لا، المسكر ليس فيه دواء، وإنما هو داء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. جاء إليه رجل وقال إنه يصنع الخمر للدواء، يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يأذن له، وقال أما إنها داء وليست دواء. فليقول إن الخمر فيها دواء كذاب، ما فيها دواء. نعم.